والله خاطرت اليوم عن الاعلانات اللي مثل سينمات اللي على الشوارع، يعني مو الاعلانات الثابته. فانا اقول الشركات ديروا بالكم اللي فيها شغله السيارات وفيها فيديوهات سيارات خاصه فوق الجسور، يعني هاي الثابته ما عليها شر. الدوده السواق تو قدامي واحد على الجسر وواحد عر مسكين يتراول السياره على قولته تبي تبطحوا. اي والله مسكين. فانا يعني اقول لكم انتم الاعلانات اللي على الجسور هذول الشباب يعني نص عين على السياره وعين على التليفون، مسكين عربه حتى يهف اللي يمه. فانتم الاعلانات حتى الاداره العامه للمرور وزاره الداخليه بدوله الكويت خليهم يفحصون يشوفون، يعني شوفوا الاعلانات السيارات واللي فيها هذا شغلات سيارات لا تحطونها صوب الجسور. بعض الناس مساكين ما يستوعبون، خاصة يمكن بعضهم كبار السن بعد تصير عليهم أصعب. فأنتوا ادرسوا هذه الخاطرة وإن شاء الله. هذا واحد عار عليه يا رجل، احنا مسامح كريم، كله شاد وكله معصب ودمهم فاير. يا رب تحفظ الجميع. وهذه خاطرة اليوم، خلوا الإعلانات اللي فوق الجسور ما فيها سيارات ما فيها فيديوهات صور، والرزق على الله وأنا خريج التصوير.